أحسن الله إليكم. الأخت سهى عبد العزيز إبراهيم من المحمدية تقول: هل وضع ما يسمى بالكعكع العادي حرام؟ وهل هو يدخل في حكم النساء اللاتي رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة؟ وما معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في المائلات المميلات: كاسيات عاريات؟ هل تجتمع الكسوة والعري؟ أرجو بيان ذلك، جزاكم الله خيرا. الواجب على المرأة أن تنظم شعر رأسها بأن تجعله ضفائر من جوانب الرأس، أو تجعله ذؤابة مرسلة من جوانب رأسها، أما جمعه من خلفها أو جمعه فوق رأسها فهذا أمر لا يجوز، ولا سيما جمعه فوق رأسها، فإن هذا ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وهي الإبل التي لها سنامان. فالمرأة إذا جمعت شعر رأسها من فوق وعملت له رباطا أو شيئا يجعل له جرما يبين إلى جانب رأسها ويكون كأنه رأس آخر، فهذا هو المعني بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وأما أنهن كاسيات عاريات، لأنهن يلبسن ثيابا لا تسترهن، إما لقصرها وإما لشفافتها وعدم سترها ما وراءها، وإما لضيقها بحيث تبين أحجام المرأة، وإما لزينتها، ثياب زينة تجلب الأنظار إليها. فهؤلاء كاسيات بمعنى أنهن لابسات ألبسة، لكنهن عاريات لأن هذه الألبسة لا تسترهن. فوجود هذه الألبسة إنما هو وجود صوري لا يحصل به الستر والعياذ بالله. ولذلك حصلنا على هذا الوعيد الشديد: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. ومعنى مائلات مميلات: مائلات في أنفسهن عن الحق، ومميلات لغيرهن ممن ينظر إليهن من النساء والرجال. نعم.